الرئيس السيسي يوجه بالتشغيل الأمثل للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة. مدبولي يؤكد ضرورة التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع. وشكري يعرب عن قلقه من طول أمد الأزمة الروسية الأوكرانية ويقترح الوساطة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 في توقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق والتناغم ما بين جميع الجهات المعنية بالدولة من أجل ضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، وذلك لسرعة تعامل واستجابة أجهزة الدولة لمجابهة كافة أنواع الأزمات. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة وعدد من الوزراء. وفي اجتماع آخر بحضور رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير الصحة ومستشار الرئيس للصحة الوقائية، وجه الرئيس السيسي بالتطوير الشامل لمعهد ناصر ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لأهم المشروعات القومية في قطاعي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي. وقد وجه السيد الرئيس بالتطوير الشامل لمعهد ناصر ليصبح مركزاً بحثياً ومدينة طبية متكاملة، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءة بنيته التحتية وتحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية التي يقدمها. ووجه السيد الرئيس أيضاً بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات، وذلك على غرار أعرق أكاديميات الرياضيات على مستوى العالم، وذلك بهدف احتضان النوابغ في هذا المجال الدقيق وتوفير الدعم العلمي لهم، بما يساهم في الربط الأكاديمي بين علوم الرياضيات والتكنولوجيات البازغة وتطوير صناعة البرمجيات والأمن السايبراني في مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبد الغفار عرض في هذا الإطار مخطط تطوير معهد ناصر، كما استعرض السيد وزير التعليم العالي أهم أنشطة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين بجلاسجو في مصر، كما عرض السيد الوزير أهم التطبيقات المقترحة التي ستعمل من خلالها أكاديمية علوم الرياضيات، خاصة الحواسب الإلكترونية وتكنولوجيا الإنترنت والطيران والفلك والفضاء ومعالجة البيانات والبرمجة. كما شهد الاجتماع إطلاع السيد الرئيس على مستجدات تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، لا سيما مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، فضلاً عن الموقف الحالي لتقدم الأعمال في عدد من المشروعات القومية، خاصة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والمشروع القومي للبلازما، إلى جانب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء عمرو فاروق رئيس لجنة المحمول العسكري. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة،
وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية في بعض المحافظات تمهيداً لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية من خلال ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين. كما تم في ذات السياق استعراض الجهود التنسيقية ما بين الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ هذه المنظومة المتكاملة للوصول إلى الاستفادة المرجوة منها في التمكن اللحظي والتعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها، مع تحقيق التأمين الكامل للشبكة طبقاً لأحدث المعايير العالمية. وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق والتناغم ما بين جميع الجهات المعنية بالدولة من أجل ضمان التشغيل الأمثل لتلك المنظومة المتكاملة وتحقيق أهدافها الرئيسية لسرعة تعامل واستجابة أجهزة الدولة لمجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار الشبكة الموحدة والمؤمنة بالكامل. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية لإعلاء قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، وذلك بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر حتى لا تترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة في أسعار أي سلعة. جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الأساسية الاستراتيجية بحضور عدد من الوزراء، حيث تم استعراض موقف الأرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على تيسير إجراءات الحصول على مستلزمات الإنتاج وتذليل أي عقبات قد تواجهها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة توافر السلع ومستلزمات الإنتاج خاصة المرتبطة بالصناعات الغذائية، حيث وجه رئيس الوزراء الشكر لاتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية على التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة في مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، معربا عن تقديره الكبير لهذه الجهود. نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الأنشطة والفعاليات خلال شهر مارس، حيث نظمت مشروعين لإدارة الأزمات بكل من أسوان والأقصر، كما تم تنظيم عدد من الزيارات لطلبة الجامعات والمدارس لعدد من الوحدات العسكرية والمشروعات القومية، وذلك لمتابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع. واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 99 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 55 طنا. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط قرابة 22 طن سلع مختلفة، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط أكثر من 21 طنا، وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 5 أطنان من السلع المختلفة. واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت خلال شهر من تحقيق نتائج إيجابية، حيث نجحت في ضبط 6150 قضية مواد مخدرة، والمزيد في التقرير التالي.
تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها لجرائم جلب والإتجار في المواد المخدرة، وقد ساهمت الضربات القوية الموجهة ضد العناصر الإجرامية القائمة على هذه الأنشطة الإجرامية في إحباط محاولات إغراق البلاد بتلك السموم القاتلة. فقد نجحت على مدار شهر في ضبط 6150 قضية مواد مخدرة، وبلغت كميات المواد المخدرة المضبوطة خلال هذه الفترة قرابة 189 طن من مخدر البانجو، ونحو طن ونصف من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين تزن قرابة 196 كيلوغرام. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 330 كيلوغرام من بذور القنب المخدر، و245 كيلوغرام من بذور الخشخاش، وقرابة 65 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، ونجحت في ضبط نحو 28 كيلوغرام من مخدر الآيس، وقرابة 7 كيلوغرامات من مخدرات الفود والأفيون والكوكايين. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 57 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، ونحو 218 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، إضافة إلى 25 كيلوغرام من ذات العقار، وضبط قرابة 196 ألف قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية. ونجحت في إبادة أكثر من 528 فداناً منزرعة بنبات الخشخاش، ونحو 28 فداناً منزرعة بنبات القنب المخدر. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 970 مليون جنيه. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 قضايا غسل أموال بقيمة إجمالية بلغت قرابة 403 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان. تلك النجاحات تؤكد على يقظة واحترافية أجهزة وزارة الداخلية في تصديها لجرائم جلب وزراعة والإتجار في المواد المخدرة، ما يسهم في تجفيف منابعها وبما يحمي فئات المجتمع من آثارها المدمرة. وزير الخارجية سامح شكري عن قلقه من طول أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا أن الدول العربية اقترحت التوسط بين الجانبين الروسي والأوكراني. وخلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية ونظيره الروسي وأمين عام جامعة الدول العربية بموسكو، أكد شكري على ضرورة اللجوء إلى الحلول السلمية لأزمة أوكرانيا وضرورة وقف الأعمال العسكرية بين كل من روسيا وأوكرانيا. شهد الاجتماع مباحثات صريحة حول سبل التعامل مع هذا الوضع الدقيق، عبرنا خلالها عن القلق إزاء امتداد أمد الأزمة الراهنة ودعوة كافة أطراف النزاع إلى التوقف عن التصعيد والاحتكام إلى العمل العسكري، وشددنا على ضرورة اللجوء الفوري للحلول السلمية والدبلوماسية القائمة على الحوار. كما دعا الجانب العربي في هذا الصدد إلى مواصلة مسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني، وأكدنا استعدادنا للقيام بجهود وساطة لدعم مسار التفاوض المباشر بين الجانبين بهدف التوصل إلى إيقاف عاجل للعمليات العسكرية الجارية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستثبت زيف ما وصفه بالادعاءات بشأن ما جرى في مدينة بوتشا الأوكرانية، مضيفا أن بوتشا ليست الحادثة الأولى التي شهدت تزويرا. وقال لافروف إن الغرب يحاول إلصاق تهم جرائم حرب بروسيا، مشيرا إلى أن حلف الناتو لا يمكنه تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا. فيما يخص حملة التضليل الحقائق وتزييف الحقائق، فللأسف إنها ليست الحادثة الأولى أو الحملة الأولى أو لن تكون الأخيرة، أقصد الحادثة في مدينة بوتشا. إنها الحملة التي تلاحق كل النزاعات والأزمات، وقد تعودنا على ذلك من طريقة عمل ما يسمى بالدول مثلا الخوذ البيضاء مثلا في سوريا في السابق.
وفيما له صلة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الأزمة في أوكرانيا تؤثر على أسواق الغذاء والنفط في العالم. وقال أبو الغيط إن الموقف العربي يؤكد دعم كل جهود حل أزمة أوكرانيا عبر الحلول الدبلوماسية، مضيفا أن الوفد العربي أكد لموسكو رغبته في المساعدة للتوصل لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا. تأييد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية، وبما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة الهامة من العالم. يجب أن نعلم أن الدول العربية والشعوب العربية لها اتصال وثيق مع الشعبين الروسي والأوكراني، وعلاقات قديمة وعلاقات متعددة وعميقة للغاية، وبالتالي كل ما يحدث في هذه المنطقة يتم الاهتمام به. أعربت مصر عن بالغ الأسى وصادق المواساة لجمهورية السودان الشقيق جراء غرق مركب بولاية سنار كان يقل عددا من العاملين الزراعيين، مما أسفر عن وفاة أكثر من 20 شخصا أغلبهم من السيدات. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر حكومة وشعبا تتقدم بخالص التعازي لحكومة وشعب السودان الشقيق ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين ومؤكدة على وقوف فيها بجانب السودان في هذا الحادث الأليم. أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح. وأضاف حاكم مصرف لبنان أنه بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، وسوف يستمر في هذا. شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، ويأتي البروتوكول انطلاقا من رغبة الطرفين في تنمية وتعزيز التعاون المشترك بينهما، وذلك الاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين في مجالات التعليم والتدريب والخدمات المصرفية. أتفق تماما مع السياسة اللي بتتبعها الدولة في التطوير الإداري وفي إعادة الهيكلة وفي دمج البحوث مع الجانب العملي والتطوير الإداري اللي بتشهده الدولة ككل، بتوجه بيه القيادة السياسية للشمول المالي وترشيد الموارد ودراسة أثر ما نفعله من مشروعات تنموية، وصولا إلى أن احنا بنبني كل من الوطن وبنبني كل من البشر. والحقيقة ده يعني بيكمل الجهود اللي بيشهدها بنك ناصر الاجتماعي في الوقت الحالي من التقدم اللي بيشهده على المستوى المصرفي. التنمية المجتمعية الاجتماعية هدفها الأساسي رفع مستوى المعيشة وتحسين الاقتصاد القومي، فده إن شاء الله هنتبنى نعمل له قوائم مالية بحيث يبقى جنب المجهود اللي بيتم اجتماعيا مع قوائم مالية بتعكس الأثر بتاعه. البروتوكول طبعا بيهدف إلى تطوير وتنمية موارد بشرية العاملة في البنك ناصر الاجتماعي، وحيمتد للتعليم وللتدريب وللبحوث والدراسات، ويعني الأكاديمية منفتحة طبعا لكل أنواع التعاون. شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة أسترالية في مجال إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلى ورق وأسمدة ومنسوجات. وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وكذلك المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق أقصى استفادة من منظومة المخلفات الصلبة الجديدة. بيأتي هذا التوقيع تنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة معالي دولة رئيس الوزراء لتحقيق أقصى استفادة من المنظومة الجديدة لمعالجة المخلفات الصلبة. أيضا بيأتي هذا البروتوكول وهذه الاتفاقية تنفيذا لاستراتيجية الانتاج الحربي
في استقدام وجلب التكنولوجيات الحديثة واستنباط صناعات جديدة وطنية لها سوق ويبقى ليها تنافسية على مستوى العالم. الاستفادة من المصريين في الخارج بيأتي أو بتأتي من خلال المؤتمرات اللي بتنظمها وزارة الهجرة للاستفادة من هذه الخبرات تحت سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع. وزي ما حضراتكم عارفين انه اجتهدت الوزارة في يعني المؤتمر المقبل ان شاء الله لمصر تستطيع بالصناعة بتوجيهات من القيادة السياسية بالاستفادة من الخبرات المصرية في الخارج فيما يتعلق بملف توطين الصناعة. تستضيف حديقة الأرمان عددا من المعارض، منها معرض زهور الربيع في دورة 89 ومعرض خير مزارعنا الأهالينا لبيع المنتجات والسلع الغذائية. تستمر حديقة الأرمان في استقبال الزائرين طوال شهر رمضان الكريم، والذي تستضيف فيه عددا من المعارض، منها معرض زهور الربيع في دورته 89 ومعرض خير مزارعنا لأهالينا، وذلك لبيع المنتجات والسلع الغذائية. احنا عندنا في امتداد لمعرض زهور الربيع حتى آخر رمضان، وفي عندنا مهرجان رمضان، مهرجان التمور، وفي برضه ممتد لاخر رمضان، وفي عندنا مبادره رئيس الجمهوريه اللي هي خير مزارعين لاهالينا التابعه لوزاره الزراعه، دي بقى عندنا لغايه برضه اخر رمضان ان شاء الله. فاحنا الحديقه عندنا شغاله من الساعه 9 صباحا وحتى الثانيه بعد منتصف الليل. هذا المعرض الذي قيم على مساحه 800 متر تقريبا، هذا المعرض يضم حوالي 10 منافذ من كافه العارضين من وزاره الزراعه وشركاء التنميه وشركاء النجاح، شركات زراعيه مرتبطة بالعمل مع وزارة الزراعة. حديقة الأرمان شهدت إقبالا كبير من المواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة وبجودة عالية، إلى جانب التمتع بالأمسيات الثقافية والفنية الرمضانية والتي تنظم على هامش معارض الزهور والسلع الغذائية. هي احنا بشركتنا السنة دي بناء على تعليمات من السيد الوزير الزراعة بأن اللحوم تكون متواجدة طوال شهر رمضان، وفي احتمالية انها تكمل لحد العيد الكبير طبعا باسعار مخفضه عن الاسعار اللي بتتباع بها اللحوم بره، وهي دي لحوم وزاره الزراعه من مزارع وزاره الزراعه، وبتتباع هنا في المنافذ ب 135 جنيه وب 125 الضاني، برده كذلك في منفذ الدقي اللي عند وزاره الزراعه هناك برده ب 135 اللحم البلدي والضاني ب 125. تستضيف حديقه الارمان هذا العام عددا من المعارض والاحداث الثقافيه تشجيعا للاهتمام بزياده المسطحات الخضراء، وذلك لتخفيض نسبه التلوث البيئي والانبعاثات الحراريه تزامنا مع استضافه مصر لقمه المناخ في نوفمبر المقبل. شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة AFG هرمس للتنمية الاجتماعية. ويهدف البروتوكول لمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي للأسر في قرى الريف المصرية، وذلك عن طريق تنفيذ عدد من المشروعات التنموية تشمل تنفيذ إعادة تأهيل 120 منزلا والتي تم رصدها من خلال مبادرة حياة كريمة في منطقة الدير القديم بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، وكذلك تنفيذ خط طرد للربط بين محطة الرفع لمياه الصرف الصحي لمنطقة النجع الفوال والعمارات المجاورة لها. ننطلق في شراكة مؤكدة ومعززة مع مؤسسة AFG هرمس من المؤسسات الناجحة والصاعدة، واحنا الحقيقة بنشجع جدا الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بالتحديد مع المجتمع المدني بشكل عام، لكن المؤسسات ليها طابع خاص، عندهم فكر تنموي عالي جدا وفي نفس الوقت عندهم منهجية عمل وفكر اقتصادي ناجح. الشراكة مع وزارة التضامن مهمة جدا، لأن وزارة التضامن ومبادرة حياة كريمة بتسهل كل الإجراءات اللي احنا كقطاع خاص أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص بنبقى محتاجين الإجراءات دي إنها تتسهل وتبقى سريعة، علشان احنا كقطاع خاص عندنا سرعة في الحركة، فالشراكة دي مهمة جدا بالنسبة لها لأنها هتذلل كل العقبات اللي هي ممكن تقابلنا.
وزعت محافظة القاهرة دفعة من هدية الرئيس لقاطني الأسمرات من 60,000 هدية مخصصة لمواطني القاهرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد محافظ القاهرة أن مديرية التضامن الاجتماعي ستقوم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية وحالات تكافل وكرامة في الأحياء الأكثر فقراً. أطلقت مديرية الصحة بأسوان القافلة العلاجية المجانية بقرية الشلال. وتكونت القافلة من 10 تخصصات طبية مع توفير أكثر من 120 نوعا من الأدوية. وقد تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان وتحويل حالات تحتاج لإجراء جراحات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة. احنا بننفذ النهارده قافله طبيه في قريه الشلال التابعه لمركز اسوان على مدار يومين النهارده وبكره ان شاء الله. فكره القوافل العلاجيه المتنقله هي عباره عن مستشفى ميداني متنقل بنتوجه للقريه المستهدفه او المكان اللي احنا عايزين ننفذ فيه القافله. القافله الطبيه بتضم 10 تخصصات طبيه مختلفه، معانا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم، معانا خدمه الاشعه العاديه، معانا خدمه اشعه السونار، معانا صيدليه فيها اكثر من 100 صنف بالمجان. بيتوجه المواطن للحصول على الخدمه الطبيه في العياده في التخصص المطلوب، بيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه الدكتور الأخصائي أو الاستشاري في كل تخصص. أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية إطلاق قافلة طبية داخل قرية اليوسفية بمركز ومدينة بني عبيد. وتشمل القوافل جميع التخصصات وصرف الأدوية وإجراء الفحص الطبي للحالات المزمنة وتحويلها للمستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية جميعها بالمجان. ومن أحوال الطقس مشاهدينا الكرام، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية. مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا من أخبار في نشرة التاسعة، والآن نستعرض معا أهم العناوين. الرئيس السيسي يوجه بالتشغيل الأمثل للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة. مدبولي يؤكد ضرورة التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع. شكري يعرب عن قلقه من طول أمد الأزمة الروسية الأوكرانية ويقترح الوساطة. نشرة التاسعة انتهت مشاهدينا الكرام.